خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي، وقبل ما نعرف منها أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات خلونا نسألها سؤال الحلقة ونشوف توقعاتها إيه للمسلسلات اللي ممكن تفوز السنة دي إن شاء الله في مهرجان الدراما في مدينة العالمين. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا فسنت، صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل على كل اللي بيشوفونا النهاردة. صباح الخير عليك. توقعاتك بقى قولي. توقعاتي بغض النظر مين يعني ممكن، يعني بغض النظر عن التوقعات، انا شايفه انه اللي المفروض يعني او نفسي، مش المفروض، اللي نفسي ان هم ياخدوا جوائز مسلسل تحت الوصايه ومسلسل السفارة. ليه؟ لانه انا شايفه انه دور الدراما ان هي تمس حياتنا بشكل ما، يا اما القضايا الاجتماعيه يا اما الحاجات الانسانيه اللي احنا بنفكر فيها. فانا شفت ان مسلسل تحت الوصايه فعلا لمس مشكله مهمه جدا بنمر بيها هنا في مجتمعنا، وان بعد المسلسل جهات كتيره ابتدت تتحرك، جهات تشريعيه وجهات كتيره بدات ان هي تاخد خطوات. مسلسل السفاره من وجهه نظري ما كانش بس كوميديا، هو كان بيمس برضو فكرة إنسانية كلنا بنفكر فيها يا جماعة، اللي هي فكرة أنا لو رجع بيا الزمن هاخد نفس القرار أو هتصرف نفس التصرف ولا لا. فأنا كواحدة عندها مشكلة اسمها أوفر ثينكينج، على طول بلوم نفسي أنا لو كنت بس فكرت، أنا لو كنت بس اتصرفت في الموقف طول الوقت كده. بعد ما شفت المسلسل ده كان فعلا هو يا شاذلي مش مجرد إفيهات، هو كان مسلسل كوميدي، بس كانت الفكرة اللي هو أنا لو رجع بيا الزمن هتصرف بنفس الطريقه ولا لا، دي كانت بالنسبه لنا كهاله مهمه قوي. فنفسي فعلا ان المسلسلين دول ياخدوا جوائز، وشايفه ان كمان طه دسوقي عمل دور حلو قوي كممثل صاعد يعني. هايل، اتفضلي يا هاله، بنشكرك.